ورجعنا من الفاصل ونكمل مع بعض وصفاتنا. خلصنا السينابون وعملنا كل حاجة فيه وكمان طلعنا اللي في الفرن. ومعانا بقى الفقرة اللي كلنا بنستناها، ومعانا الدكتورة شهيرة أبو سيف، دكتورة خبيرة تغذية، وطبعا يعني هي غنية عن التعريف، هي معروفة جدا بشغلها وبسمعتها وبرشاقتها وبجمالها وبكل حاجة حلوة بتقدمها لنا. ونهاردة جايبة لنا بقى عروض جامدة جدا. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا حبيبتي. يعني ايه اتكسفت بصراحه؟ لا اتكسفتي يعني اتكسفت والله يا دكتور، ده اقل من اللي حضرتك. يا حبيبتي والله ده من ذوقك عزه جدا حبيبتي. جدا. ويعني انا داخله ايه الريحه، ريحه القرفه بس دي. مش ريحه ان انا بعمل حاجه حلوه، ريحه القرفه. لا 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 ده لولا ايدك بصمتك انا عارفه. ازيك عزه عامله ايه؟ كله تمام. حلوه السينابون جدا يعني. لا هندوق معجنات بقى وتخن للابد. ما احنا بقى جايين مع حضرتك النهارده عشان ناكل ولا خنش. طبعا. وطبعا القضيه اللي انا ماسكاها بقالي يومين التنمر بسبب التخن والمشاكل اللي بنقابلها بسبب الناس اللي بتنفصل عن الناس والناس اللي بتتنمر على الناس. ده الحاجات اللي حضرتك سمعتيها وعارفاها وعرفتيها معايا. ده حقيقي. والبنات يعني برضو بقابل كتير بقى بنات بتجيلنا تقول لي انا عندي 20 سنه بس كل اللي بيجي يتقدم لي بيفتكرني اكبر من كده بكتير. وده سبب طبعا السمنه. السمنه طبعا بتغير الشكل جدا، خصوصا في البنات الصغيره، بتخلي شكلها تقول لها ايه ده انت ازيك يا مدام. كلمه مدام بالنسبه لها، اذا كانت مدام بالنسبه للمدام بتضايق. تخيلي بقى تبقى مدمازيل وتقول لها. هقطعك واقول حاجه مهمه جدا والله انا عشتها. يعني كان في واحده جارتي ومعاها اختها ساكنه في نفس العماره، والله انا افتكرت الحاجه دي على الهوا يعني، ما مش محضراها. فكانت تمشي مع اختها دايما في السوق او في السوبر ماركت او في اي حته، فيقولوا على اختها الحاجه. وهي اصغر منها يعني. فكانت طبعا هي بتتضايق جدا وتقول لها ازاي، ويقولوا على اختها بقى انها بنتها. ده حقيقي. فده كان بيسبب لها طبعا يعني بيقابلني بقى الحالات دي كتير جدا جدا. عشان كده النهارده احنا جايين بتحدي. تحدي ايه بقى؟ تحدي ال 30 كيلو في 60 يوم. حلو قوي ده. هنزل 30 كيلو في 60 يوم. النهارده انا جايبه كورس اقتصادي جدا جدا على قد ايد كل الناس، مش بس جايبه سعره بس، لا ده انا جايه عليه خصم، ومعايا كمان كورس عليه هديه، ومعايا مفجر الكل الدهون 4 أمبولات حرق. يعني هدايا وكورس اقتصادي بسيط هقدر اخده اخس فيه 30 كيلو في 60 يوم بالظبط. حلوه. يعني كل شهر 15 كيلو بالظبط كده. حلوه. كل شهر 15 كيلو. طيب ده الكورس ده هيخليني اكل كل اللي انا عايزاه؟ الكورس ده بديل تام لعمليات التكميم، للناس اللي بتدخل وبتيأس وتقول لك خلاص انا هعمل عمليه تكميم. هدخل عمليه تكميم تكلفه فلوس وكمان تعب، ومش متخيله اضرار عمليه زي دي. من بعد ما بخلص او بخرج من اوضه العمليات بقعد قد ايه؟ محرومه من كل حاجه، ما باكلش اي حاجه، وبفضل مده طويله جدا قدامي الاكل ومش قادره امد ايدي عليه لاني تعبانه اكتر من ممنوعة. لا وكمان يا دكتور في بعض، يعني انا عندي واحده صاحبتي عانت نفسيا وكانت بتصوت وتدبدب في الارض، انا حاسه ان انا محرومه. ده حقيقي. بعد العمليه. ده حقيقي. ده حقيقي يعني. بنقعد وتعبانين كتير ونفضل بقى ندخل في دوامه تانية ان انا افضل اخد فيتامينز كتير وسبلمنتس كتير عشان اعوض اللي انا بخسره. لا انا معايا كورس غني بفيتامينات، غني بالياف، يساعدني كويس قوي على انه يحجم الشهيه بتاعتي. يعني يخلي شهيتي على قدها شويه، فانا باكل كل اللي انا عايزاه بس بكميات قليله، وفي نفس الوقت يعلي عندي معدلات الحرق. وانا النهارده جايبه يعني مفجرات للدهون، قنابل حرق، مفجرات. ايوه بالظبط كده. فكورسين يكفوني شهرين، ينزلوني فيهم 30 كيلو في 60 يوم. مش بس كده، انا عندي خصم على الكورس الاساسي 60%، ومش بس كده، معايا 4 أمبولات حرق. يعني انا فعلا ضامنه لو انت شخص سليم 100%، ما عنديش امراض، حرقي مظبوط، انا متهيألي هنوصل ل 35 و40 كيلو في الشهرين كمان. حلوه قوي. تمام. لا بصي يا دكتور، انت كل ما بتطلعي معايا طبعا بتنوريني، ويعني عايزه اقول لك ببقى سعيده والله جدا وانت معايا. مبسوطه معاكي قوي. بتديني عروض حلوه جدا، ان انا باخد يعني اتنين هيقضوني شهرين، هيقضوني شهرين، هينزلوني 30 كيلو وبدفع 40% بس بالظبط. يعني على الكورس الاساسي
يعني انا مش بدفع بس. مثلا مش بدفع نص السعر كمان، يعني مش مثلا انا بدفع 50 و50 لا ده انا يعني بدفع 40% بس. بالظبط كده. طب ايه يا جماعه يعني مش مستنيين اي حاجه غير ان احنا نتصل بسرعه وناخد الكورس اللي الدكتور بتقول عليه. بالظبط كده. كل الناس دلوقتي عارفه ان احنا في شهر حر وايام حر، كل الناس عايزه تسافر تقعد على بيسين بقى او تروح بحر او كده، وات ايفر ايا كان هما بيروحوا فين. البحر عموما بيجوع، الولاد بيخرجوا من البحر كده يقول لك انا جعان على طول، او بنزل بسين يطلع يقول انا جعان. فاسرع حاجه واسهل حاجه هو ان احنا نعمل معجنات زي دي الصبح كده بسرعه بسرعه، ونقدر ناخدها معانا على البحر او البسين. سوقي لي كده معجنات بسرعه بسرعه بالبسين خلاص. بناخد جانك فودز مثلا، بناخد الحاجات دي كلها مواد حافظه، كلها سكريات، كلها نشويات عاليه وسكريات عاليه بتعلي عندي نسبه الدهون اللي في جسمي. طيب يبقى انا ايه اللي يحميني من ان انا ادخل، او بدل ما هرجع من المصيف بدل ما اكون زايده 5 10 15 كيلو، لا ده انا خسه كمان اكتر من المعدل بتاعي، غير بكورسات امنه جدا كلها الياف طبيعيه. يا عزه انا مش بلعب على اي حاجه في المخ، دي كبسوله يعني عباره عن الياف. انا لو باخد كوبايه شوفان باللبن الصبح هفضل طول اليوم مش جعانه، سده نفسي وماليه معدتي وخلاص. هو ده اللي بيحصل. الكبسوله باخد معاها كوبايتين ميه بتنفش في معدتي، تبدا تعمل حاجه زي الجيلي كده، تفضل تملى كل ما هشرب ميه هي الكبسوله بتزيد في معدتي، فبتخليني حاسه بالشبع، بتخليني حاسه بالشبع ما بجوعش، فبالتالي كده ما بتشتغلش. حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا كلنا بنبقى قلقانين منها، ان احنا ناخد ادويه تكون شغاله على المخ. بالظبط. لا وده طبعا في خطوره كبيره جدا، تخلي بالكم لما تيجي تشتروا اي منتج لازم تتاكدوا زي ما الدكتور بتقول كده ان احنا ما ناخدش اي حاجه بتشتغل على مخنا. بالظبط. طبعا طبعا ده خطر جدا وبيسبب مشاكل بعدين. لا انا بالنسبه لي مش عايزه كده، انا عندي الكبسوله اللي عندي دي بتنزل المعده زي ما بقول كده، بتتفتت بالمعده بكوبايتين ميه، كل ما هشرب ميه كل ما هتزيد وكل ما هتنفش اكتر واكتر، هتملى حيز كبير قوي عندي في معدتي، فافضل طول الوقت حاسه بان انا شبعانه. مش بس كده، انا معايا كمان نقط، النقط دي ما يعني فيها فيتامين مهم جدا اسمه ال كارنتين. طب ايه ال كارنتين ده؟ ده انزيم وفيتامين موجود اوريدي في جسمنا، هو اللي مسؤول عن الحرق بتاع جسمنا الطبيعي اللي ربنا خلقه، انا مزوداه في النقط. ال كارنتين ده بيعمل ايه؟ بيروح عند الخليه الاساسيه اللي جوه المعده او جوه الارداف او جوه اللي هي الخليه الدهنيه الام، بتبدا تكسرها وتفتتها وتخرج بره الجسم خالص. فبالتالي الحاجه الاساسيه اللي بتعيش عليها الدهون اللي هي الخليه الام اللي بتحتفظ بالدهون وتخليني في الاخر بزيد في الوزن، دي انا بفتتها خالص وبقضي عليها. ده اللي بيخليني كمان ما برجعش ازيد في الوزن بعد ما بخلص الكورس. كمان معايا اعشاب، والاعشاب دي بتشتغل في الجسم على انها ديتوكس. بالظبط، ديتوكس في الجسم. ليه بقى احنا ليه مهم عندي ان انا اعمل ديتوكس؟ كتير قوي الناس بتقول لك اعملي ميه وليمون وخيار واشربيهم. الديتوكس ده يا دكتور معلش ممكن تعرفيهم كده هو عباره عن ايه وبيعمل ايه في الجسم؟ الديتوكس ده عباره عن تنظيف لخلايا الدم والخلايا الجسم من كل السموم اللي احنا بناخدها. انا وانا ماشيه في الشارع بشم عوادم سيارات، باكل جانك فودز، اكلي مش منتظم، نومي مش منتظم، كل ده بيعمل ايه؟ بيكون سموم في خلايا الدم وخلايا الجسم. ده بيوقف الحرق عندي على فكره. كل ما الجسم محتوي على سموم بيوقف عندي الحرق. ويقول الناس اللي تقول لك مثلا انا ما باكلش والله بس ما بخسش، انا بحس ان جسمي ما بيحرقش، ده ليه؟ وانا سليم ما عنديش عشان امراض، عشان في سموم وفي عشان حاجات مش بالظبط كده. طب انا لما انضف جسمي من السموم دي واخرجها بيحصل ايه؟ يبدا الحرق يشتغل، يبدا الجسم يشم الاكسجين، يبدا خلايا الدم تاخد اكسجين، فبالتالي مصنع الحرق الطبيعي بتاع الجسم يشتغل، فبالتالي الحرق عندي يزيد، فبالتالي هخس. فاذا انا هنا جايبه ثلاث مكونات تساعد الجسم على انه يخس بمنتهى الامان، من غير حرمان، من غير دايت، من غير ما قلت لك روحي اعملي رياضه. مش عايزه منك اي حاجه تعمليها غير انك تاخدي الكبسوله بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء، هناخد النقط والاعشاب نبدا نحرق ونزود مصنع الحرق بتاع الجسم يبدا يشتغل. وكمان انا للناس بقى اللي عندها مشاكل في الحرق زي مثلا الغده الدرقيه او شايلين المراره، او الناس اللي عندها مشاكل في الرحم، دي الثلاث حاجات المسؤولين عن الحرق في الجسم، دول اللي هيخلوني انا
بدلتهم تماما بامبولات الحرق، اربع امبولات حرق. انا مش عايزه حاجه غير امبول كل اسبوع، يا اما هناخده عضل في الحقنه، يا اما ممكن افضيه على كوبايه عصير او كوبايه ميه واشربه، هيشتغل بنفس المعدل وفي نفس الوقت هيساعد جسمي على انه يحرق سريعا سريعا وبالظبط كده. فبالتالي انا هخس كميه كبيره، عشان كده انا النهارده ضامنه ان انا هنزل في الوزن مش اقل من 4 كيلو في الاسبوع بمعدل 15 كيلو في الشهر، يعني تحدي 30 كيلو في 60 يوم. يعني احنا النهارده داخلين تحدي بالظبط كده. لو بدانا من النهارده، عايزاكي النهارده تتصلي بارقام التليفونات اللي معانا على الشاشه وتبداي تقولي لي انت وزنك قد ايه، حالتك الصحيه، السن والطول، ونبدا بعديها نمشي في مرحله او في الرحله بتاعه التخسيس بتاعتنا اللي مش هتتحرمي فيها. مفيش ورقه دايت، ما بقولكيش كلي ايه وما تاكليش ايه، اي حاجه بتحبيها هتقدري تاكليها وفي نفس الوقت هتخسي بامان. بس هنبدا الرحله وتقولي لي انا وزني النهارده كذا، وبعد اسبوع بس عايزاكي تكلميني تاني وتقولي لي ده انا فعلا خسيت 4 كيلو وانا وزني دلوقتي في كذا. في بنات كتير بيسالوني طب احنا ينفع ناخد الكورس مثلا انا واختي، انا ومامتي، انا وصاحبتي؟ طبعا جدا جدا. النهارده انا معايا عرض، العرض ده ينفع يتقسم، يعني ممكن انت تاخدي انت واختك مثلا، او انا وماما، انا وجوزي، انا وصاحبتي. ايوه انا وماما، انا وتوتا. ايوه بالظبط كده. اقدر اخد الكورس علبه كبسولات وعلبه نقط وعلبه اعشاب ليكي، وعلبه كبسولات وعلبه نقط وعلبه اعشاب لاختك، تستفيدوا بالخصم، هتدفعه بالظبط 40% من ثمن الكورس الواحد بس، والتاني هيبقى هديه. ومش بس كده، الاربع امبولات معانا الصفحه يا دكتور على الشاشه، نقدر نقسمهم، انت حقنتين واختك حقنتين، ودي الصفحه صفحه الفيسبوك اللي نقدر نتواصل عن طريقها، عن طريق الماسنجر. كمان يا دكتور نتابع مع الفريق الطبي اللي تبع الصفحه، المتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه بقى يا عزه، ده ما يقلش اهميه عن الكورس اللي انا هشتريه. يعني انا هشتري الكورس، ما ينفعش ان انا ما بروحش الصيدليه واشتري دواء وما بسالش الدكتور انا هاخد الدواء ده ازاي. هي هي بالظبط. الكورس ده مهم جدا، المتابعه لازم طبعا. كل اسبوع انا بتابع مع الدكتور اللي بدا يتابع معايا من الاول وبقول له حالتي ايه. لنفترض اني عندي مناسبه، طبعا احنا في صيف، مسافره، عندي فرح، عندي اي مناسبه، كل مناسباتنا الحمد لله ما بتخلاش من الاكل. يعني كل مناسباتنا بالظبط في الصيف يا دكتور، بالظبط فيها احنا في الصيف بيبقى عندنا مناسبات كتير غير الشتاء. بالظبط كده. فانا عندي مناسبه هعمل ايه، هاخد الكورس ازاي؟ هنا خبير التغذيه ودكتور التغذيه عن طريق المتابعه الاسبوعيه هيقول لك هتعملي ايه. مش بس كده كمان، الخبير التغذيه والدكتور اللي هيتابعك هيطلع لك الكورس الخاص بيكي. لنفترض ان انا مريضه سكر، لنفترض ان انا مريضه قلب او ضغط او ايا كان عندي المرض، ايه هو المرض اللي عندي، خبير التغذيه هيطلع لك الكورس الخاص بصحتك. حضرتك قلتي لي بان انا ممكن اقسمه مع حد، طيب هل ينفع ان انا اطلع كورس واحد للاثنين؟ لا، ده لي حاله وده لي حاله، فبالتالي ده لي كورس وده لي كورس تاني. طيب المتابعه هتكلفني حاجه، المتابعه مجانيه سواء ليكي او للشخص الاخر. طيب الشحن هيجي لي قد ايه؟ الشحن ما فيش ولا جنيه هيدفع شحن، المنتج بتاعي هيوصل لك مجانا. كل اللي عليكي هتعمليه انك تتصلي بس بارقام التليفونات او تبعتي لي مسج واتساب، وهنبدا احنا نتابع معاكي على طول ونطلع لك الكورس الخاص بيكي. ده حلو قوي يا دكتور اللي انت قلتيه ده كله، ان احنا هنتابع ببلاش، يعني فريق طبي هيتابعنا ببلاش، وكمان التوصيل مجانا، ومعانا 40% من حق المنتج بس، وعليه كمان بلس ان هو عليه المنتج شهر تاني هديه. جانب ايه تاني يا دكتور؟ اربع امبولات حرق، يعني مفيش احلى من كده. بالظبط كده، يعني هنخس، يعني هنخس وناكل زي ما احنا عايزين وما يبقاش في تنمر. يعني انا بص بصراحه والله، يعني انا يا دكتور طلبت ان حضرتك تطلعي معايا تاني وتالت ورابع، لان الرسائل اللي بتجيلي على الصفحه ان احنا بيبقى في تنمر، ان احنا بيحصل لنا مشاكل وحياتنا بايظه ونفسيتنا بايظه. فاحنا طبعا كل اللي يهمنا ان انتوا تبقوا بامان وبصحه ومبسوطين وعايشين حياه سليمه. ده حقيقي يا دكتور، ان احنا نعيش يبقى انا مش مصدقه، يعني لما بتجيلي المسجات دي والله والله ببقى يعني هو في حد كده؟ في للاسف كده. وبعدين للاسف اقول لك على حاجه الاكتر من كده، انه اللي بيتنمروا عليه ده للاسف بتشتغل معاه بالعكس، عارفه؟ يعني انا مثلا لما بروح لحد واقول له انت تخين على فكره، ايه مال كرشك ده؟ ايه ده انت مالك عامله كده ليه؟ انت عمري ما هيجيلك عريس بمنظرك ده. بالظبط كده.
اوتوماتيك هي يا عيني غصب عنها انت عارفه الممنوع مرغوب دايما بتروح تاخد اكتر حاجه ممكن تتخن وتقعد تاكلها بالعند مع نفسها وهي خلاص يا عيني ما بتبقاش امل ما عنديش بالزبط. بصيص امل ان انا هبقى كويسه لا احنا جايين نرجع كل الامل يعني. النهارده انا مش عايزه حد ييأس بالعكس النهارده العرض بتاعي عرض اقتصادي جدا عرض على قد ايد كل الناس اي فئه اقتصاديه تقدر تاخده وتشتريه كورس عليه خصم 60% وهناخد عليه كورس هديه ومعاهم اربع امبولات حرق ومعانا دلوقتي يا دكتور قبل وبعد أيوة قبل وبعد معنا. انا بحب البنوته دي جدا علشان كان عندها اراده قويه ما شاء الله يعني انا بحيي فيها ثقتها بنفسها اولا ثقتها بنفسها وهي كانت تخينه وبعدين هي الوزن بتاعها بدا ياثر على مفاصل رجلها على الركب بتاعتها بالاخص وبدات تتعب جدا فعشان كده هي لجأت لنا وقالت انا ضد الرجيم وما بحبش رجيم ومحدش يقول لي ممنوع انا باكل وبحب السكريات وبحب اكل كل حاجه فكانت عشان في ناس استمتاعها في الاكل بالظبط كده يعني انا انبساطي في الاكل كانت تحدي بالنسبه لنا وكانت من اول يوم يعني انا مش هتحرم لا مش هتتحرمي يعني انا هاكل كل حاجه لا وعايزه اقول لك كانت بتعند معانا مثلا طب بصي معنا صورة تانية انا ايوه انا نفسي عندي برضو الحاله دي كانت برضو كان راجل لذيذ جدا الصراحه وبشجع الرجاله على فكره وبقول لهم برافو وهم اشطر من ستات كتير على فكره لا حضرتك لو سمعتي الحلقات اللي فاتت انا اتكلمت ان كان في راجل متجوز وساب مراته بسبب انها كانت بتتنمر عليه ده حقيقي ده حقيقي فعلا ده حقيقي يعني كنت معايا يا دكتور معاكي كنا مع بعض في القصه كنت معاكي في القصه دي وقلت لك انه فعلا حياته اتغيرت تماما 180 درجه والرجاله على فكره بالمناسبه احب احييهم لسبب الرجاله القوه العضليه عندهم اكتر بكتير من الستات وفي نفس الوقت هم ما عندهمش هرمونات تتحكم في التخن والرفع بتاع الست كويس فهم بينزلوا اسرع مننا بكتير يعني عنده هو معدل الحرق بتاعه اعلى مننا بسبب الكتله العضليه اللي عنده ما عندوش بقى لخبطه تخليه شويه يتخن شويه يخس وفي نفس ولا حمله بقى يعني انا جاي احسدهم النهارده معانا حاله ثانيه يا دكتوره ودي حاله برده ده كان ولد صغير على فكره ده كان شاب صغير كان عنده 20 سنه وكان ده كان بيتعرض لتنمر جامد جدا على طول لان هو طفل اصلا كان تختوخ يعني هو وهو طفل كان تختوخ وطول عمره في المدرسه اصحابه بيتريقوا عليه علشان هو تختوخ طبعا الشيء الطبيعي ان هو كبر على هذا المنوال فعرفنا الحمد لله نقوم معاه بالواجب الحقيقه وهي يعني. معانا كده ودي بنوته دي اتغيرت 180 درجه البنوته دي كان عندها مقاومه انسولين والحمد لله احنا ما وصلناش لمرحله السكر معاها ودي حاجه كانت بسطانه جدا جدا الحمد جدا لله. الحمد لله وقدرت تخس في مده قليله لان هي برده كان عندها اراده انا بصراحه بحيي كل الناس اللي شاركوا معايا صورهم ثقتهم بنفسهم ايمانهم بنفسهم وفي نفس الوقت ثقتهم فينا عندهم اراده ان هم يكملوا بالظبط كده طب يا دكتور عشان وقت الحلقه انا عايزه حضرتك تقولي لنا تاني العروض اللي في الكورس عشان كلنا نلحق نتصل وناخد العرض الجامد ده انا مش هقول لكم انتوا قولوا بس ماما في المطبخ عزه جلال وهي بقى هتقوم معاكم بكل الواجب هي مش هتقوم اكتر من اللي هي مديهولنا بس هيهتموا طبعا وهم بصراحه كل اللي اتصلوا وكل اللي بعتوا لي على الصفحه ان هم ما قصروش وفي متابعه ومبسوطين جدا يا دكتور الحمد لله الحمد لله العرض النهارده عرض التحدي عرض ال 30 كيلو في 60 يوم هناخد كورس عليه 60% خصم ومش بس كده عليه كورس هديه تاني ومعانا اربع امبولات حرق دول مفجرات الدهون اللي في الجسم هنقدر نخس 30 كيلو في 60 يوم بالظبط حلو قوي كده خلاص كده يا دكتور خلصنا حلقتنا بشكر دكتوره شهيره جدا جدا ان هي تعاونت معايا النهارده وطلعت تساعدني على اللي انا بقوله وبعمله احنا هننهي التنمر وهنعيش بصحه كويسه وكمان هنعيش بشكل اللي احنا حابينه مش هندي فرصه لحد انه يعيب علينا او يتنمر علينا بمعنى اصح بشكل مش لطيف ونقعد عملنا مع بعض السينابون ويا رب يكون يعني الخطوات بتاعته كانت واضحه اكتر ليكوا امشوا على الخطوات وامشوا على التخمير ان هو كل اللي في الموضوع ازاي نخمر السينابون من مرحله لمرحله وبكده خلصت حلقتنا واشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم.